من قبل ساعة بمرقد السيد عبد العظيم الحسني. كان الملك عم يزور هنيك، فجأة اجى شخص صعلوك وقوص على حضرة سمو الملك ومات فورا. قالوا لي انه اختفى اول ما سمع انه ميرزا رضا هو اللي قتل. انا لازم امشي يا يعقوب. السؤال الصحيح هو كيف وبأي وسيلة بيقدر ميرزا ارسلان يدافع عن حاله ويلغي السبب اللي وقعه بهاي المصيبة، بقصد العروس الجديدة للقصر. طلقها بالتلاتة. يطلقها بالتلاتة؟ انتو يا تافين شو عم تعملوا عندي بقلب البيت؟ قال انه كل هذا البناء ما بيساوي تلت ديونك اللي اخذته. بعد ايدك عني يا امير. روح فورا وقول لهداك الندل التفليسي بانه ميرزا ارسلان رح يحصل على منصب بالحكومة ورح يسدد كل ديون اللي عليه حتى اخر فلس. انا متوقع منك خلال الاحداث اللي رح نواجهها الفترة الجاي انه يحصل ارسلان على لقب او منصب بليق فيه. انا ما رح اقصر معكم بتقديم اي مساعدة اذا كلامي مسموع. انت بتقصد ولي العهد اللي جاي من تبريز ورح يوصل على مدينة طهران؟ انا واثق بانه ولي العهد رح يصير الملك الجديد من دون نقاش. لوين؟ على احتفال بالقصر الملكي. بس حضرتك مانك مدعوة. قتل الملك السابق اذا كان سيء على حدا فهو مو سيء على الملك الجديد. اوعك تنسي انه حتى زوجك بيمشي بعروق دم آل القاجار. الله يلعن كل آل القاجار. اصلا رجالكم ما بتختلف عن النسوان، كلكم نفس اللاعي الفاضي. فخري هاتي البنت عنك. روحي جيبي شوية طحين من المطبخ. طحين؟ ايه طحين. شبك روحي. الخانم ناوية ترجع؟ لا ما بظن. ما لازم تترك الساحة من اول معركة. بس هاي مو معركة. تحركي روحي. اهو تعال هون. لوين رايحه بنص الليل؟ رايحه اجيب طحين من المطبخ. انت شو عم تعمل هون عمي؟ انا صايبني وهم كبير وحاسس بالوحده والتعاسه من طريقه حياتي. لا سمح الله. وليش التعاسه؟ التعاسه احيانا ما لها سبب يا بنتي. اسمعيني يا اهو. هلا مهري خانم عم نبهك، هاي آخر مرة بشوفك عم تضحك بنص حديثي. بعتذر منك يا عم. هلأ مهري خانم بعتوا له ورقة طلاق بشكل رسمي؟ طبعا عمي، ميرزا أسد راح بذاته لعند إمام الجمعة قبل زواج الخانم، كان هو الشاهد ومعه شخص تاني، وإجا عدد كبير من التجار ووقعوا على ورقة بتفيد بإنه مهدي سرق المصاري وهرب لبرا. وبعدين قصدك لما التجار بوقعوا على الورقة فيهم يطلقوا المرأة من جوزها؟ لا عمي، يمكن في وكالة بس ما بعرف مكتوبة باسم مين، والخانم بتقول إنه هالقصة من تدبير أبوها المرحوم، بس مهري ما كانت قبلانة بهالشخص من البداية وهو حاسس إنه هي ما بتوثق فيه، ومشان هيك الورقة كانت نافعة. ما بهم إن كانت مهري رضياني أو هلا، هو كذب عليها وسافر لبرات البلد، ولا مرة خطر بباله أنه زوجها يرجع. طيب حتى لو رجع لهون هي ما بتضيها وعندها ورقة الطلاق. عندها ورقة الطلاق، يعني الموضوع مش منيح مع عمو. مزبوط، تصرفوا بشكل صح. أنا بدي روح عمي. الحكي بجر حكي لدرجة نسينا حالنا. شو كان بدي قلك؟ سؤال، لما كانت تعباني ما حسيتي بوجود علاقة بطريقة ما بينه وبين رمضان؟ استغفر الله عمي، شو هالحكي اللي عم تحكي؟ شو علاقة هالمسكين الختيار بمهري؟ لا انا بعرف انه هو ختيار، اكيد انا ما بقصد اني يكون وقح بكلامي، بس انا فكرت وهيك طلع معي بصراحة. بس هو كبير بالعمر، انت مو قصدك على رمضان الختيار؟ اذا كان ختيار فانا شو؟ برأيك أنا ختيار؟ لا يا عمي، ما شاء الله أنت لساتك شاب، شو هالحكي اللي عم تحكي؟ يعني ما في شي بيناتو؟ يبعت لي حمى، أنت مشان هيك الآن؟
لا لا يا بنتي، في مليون قصة ومشكلة براسي. شوفي لي هيك أنا بمشي بشكل سيء يعني من ورا رجلي. لا يا عمي، مشيتك كتير منيحة، مشان الله أنت بشو عم بتفكر؟ خد عمي وشم شوي من هذا الدواء ورح تتحسن. لا ما له علاقة بالدواء، أنا متضايق لسبب أنت ما بتعرفيه. اسمع مني وشم شوي منه لبين ما أرجع. قديش هو ابن حلال؟ يا ريتني متت، كان أحسن لي بكتير. يا ربي ليش هو؟ ليش هو؟ ليش هو يا ربي؟ يا خانم، يا خانم، ميرزا أسد يا خانم. شو بو ميرزا أسد؟ رمضان عم بيقول شو اجوا أخذوا ميرزا أسد على الحبس هاي الليلة. يا الله دخيلك على هالخبر، امتى وشو السبب؟ وقت اجوا أخذوا ما حكوا شي، بس في إشاعة بالمدينة إنه الناس اللي اعتقلوهم بعيد عن ميرزا أسد شركاء أخوانة وعم يتعاملوا مع ميرزا رضا الكرماني. يا خانو، لا إله إلا الله. يا ربي مين هذا الشاب؟ أنا ميرزا رضا الكرماني. اشربي، خدي مني، يلا اشربي. شو صاير لك؟ نفسك رح ينقطع. ما بدي اشرب مهري، حياة ميرزا أسد بخطر. شو صاير؟ حكي لي شو شفتي. ميرزا أسد كان مع ميرزا رضا. مهري، أنا ما بعرف شكل ميرزا رضا، شو تفسير الحلم اللي شفته؟ لك شو هذا الحلم اللي حلمته؟ طيب كيف كان وش ميرزا رضا بحلمك؟ إلو دقن وشعر أسود، أنفه طويل وعيونه كانوا شوي غايرين بوشه. يا النبي دانيال، صدق اللي قال بأنه روح الإنسان بتشوف أكتر بمرحلة النوم. فهميني يا ماري، ليش عم تحققي معي؟ جاوبيني، ما ضل عندي صبر. ميرزا رضا هو ميرزا محمد رضا، كيف ما بتعرفيه؟ الشاب يلي كان يشتري قطع القماش من ميرزا أسد. محمد رضا؟ نعم، عنا واستضفناه كم يوم، حتى الندى المهدي بوقتها كان يسميه ميرزا محمد رضا. انت ما بتتذكري؟ الشاب كان من يزد مو؟ لا، ابوه كان من يزد. انت كنتي بتعرفي؟ عم بسألك، جاوبيني مهري. اول ما سمعت الخبر عرفت
بس أنا ما خبرتك بوقتها لأنه ما كان بدي إياكي تقلقي وتخافي على الفاضي. يا الله، مين بيتخيل أنه ميرزا محمد رضا رح يتحول لقاتل الملك؟ أخي أسد بخطر، حياة أسد بخطر يا مهري. لما ضربني الأمير امبارح ما فكرت خطر ببالي غير أخي أسد. كان عندي استعداد لأتحمل كل اللوم اللي قال لي، بس هلأ أنا قاعدة هون وأخي أسد بالحبس. يا الله، أي حظ سيء أنا هلأ. شو هالحظ السيء هاد؟ عجيب هالزمن، تجيك المسبات وانت نايم. أسد ما بيفكر بهي القصص، كل تفكيره كان يبيع القماش والتجارة. المسكين ميرزا أسد. أوه أوه أوه. معك حق، طبعا الحمد لله على كل شيء، إن شاء الله ما بصير الوضع أسوأ. تخيلوا لو كان مكان ميرزا رضا شو كان بصير؟ الحمد لله على كل شيء. الله لا يسمع منك يا رجب علي، كن قوي يا زلمي، ما صار شيء. البريء بيتعلق بحبل المشنة وما بينشني. يا سيدي انت كمان بتدخن الغليون مثل رجب علي. انا بعتذر عن سؤالي. انت لسه قاعد هون؟ لك لا دراسة ولا تعليم ولا نوم ولا شغل، لك قوم روح بحال سبيلك. اوعك تحكي لحدا شو سمعت او شو شفت. حاضر. وانت لا تحكي. بأمرك. ما لازم حدا يعرف هذا الخبر، الخانم رح تخبر اهل القصر الوقت اللي هي بدها. اذا عرفت افسر الملوك رح تقوم لقيامة بالقصر، مهما كان هي من عشيرة الملك. طمن وارتاح يا عم، اساسا كل ما اعرف الانسان اقل بيكون احسن لإله. انا لازم روح نام متاخر الوقت. يا رمضان تعالوا نروح على غرفتي هالليله. رمضان ضيف الليله، خليه قاعد هون. شكلك غالي عليه، تصبحوا على خير. تلاقي الخير. ايه، ما عم تمر ليله ويكون فيها القصر مستقر. شو صار؟ ولا شي. الخانم أنيس قالت إنه سمو الأمير راح على الإسطبل ليأخذ حصانه ويطلع لبرا. ما خبرتيها باللي صار؟ لا. خوفتيني يا خانم. إيه خافي، شو عامل لك؟ شوفي. ولا شي، الخانم كان عندها شغل مع الأمير وأنا شفت الخانم. شو بده منه؟ مين؟ ستك. شو كان بدها من سمو الأمير أرسلان؟ ما بعرف، هي ما بتخبرني شو بدها. انتي كل مالك عم تحفري قبرك بإيديك التنتين. احلف لك يا خانم بإنها ما خبرتني شو بدها من سمو الأمير، انا ما بكذب. رح يجي الوقت المناسب اللي بقدر عاقبك فيه. يلا روحي روحي. بأمرك. انا من امبارح وعدن بإني روح، بس لما خلص من هذا الموعد رح أتابع الموضوع وشوف شو بقدر إني ساوي. شو هالموعد اللي أهم من حياة أسد؟ غرقتني بكلام العشق وآخر شي هذا اللي بيطلع معك؟ تركي الفرس، كتير تأخرت. بقدر روح معك، أنت رجال وأمير ومتعلم وصاحب ثقافة، تعرف زوايا المحاكم والشرطة أكتر من أي شخص تاني. تعالوا نروح سوا، لا تتخلى عني يا أرسلان. أنا ما قلت لك روحي لحالك، قلت لك اصبري لحتى نروح سوا. اسمعي مني وطولي بالك، ما في داعي بسبب قصة أخوك تخسري زوجك أو تتخانقي معه. اخسره؟ كتير حلو يا سمو الأمير، حلو. روح، كل شي تخيلته عنك هو مجرد أوهام. روح. لا تفكري تصطادي بالمي العكرة. امشي. انت متخيل لو ما كان الموضوع مشان أسد أنا كنت رح أترجاك بهالطريقة بعد ما ضربتني مثلا؟ تحلي بالصبر يا فخري، القصة بدها شوية صبر. هيا كل لحظة بننصدم بخبر جديد من هالعيلة. الله يلعن كل شخص تاجر أو ابن تاجر. انتبهوا منيح، أول ما تسمعوا صوت فرسه على باب القصر فورا نادوله وخبروه إنه أختك بدها تحكيك ضروري. الحقوه قبل ما حدا يلتقي فيه.
لحقوه قبل ما حدا يلتقي فيه. عم تفهموا؟ ايه يا خانو. تقدر تروح. شفتي كيف؟ هنن كمان متورطين بقتل الملك الشهيد. موضوع هالعيلة ما عاد مقتصر على السحر الأسود والشعوذة. حياة ميرزا أرسلان وكل شي بملكه تحت خطر كبير. والمسكين ميرزا جهان بخش بده يسعاله بمنصب خلال 3 أيام، بس كيف؟ حتى لو كان حاكم هالبلاد ما بيقدر يواجه النحس والحظ المشؤوم لآل شالجي. خبري كل خدمك يتجسسوا على الحكي تبعهم، بالذات بدي يسمعوا حديث مرته الساحرة. حتى أنتي حاولي تسمعي حديثها. آخر شي بتمنى يصير إنه الميرزا أرسلاني سعير أخوه القاتل. حاضر يا خانم، ما بقصد اتوقح، بس من باب الحذر بدك ابعت حدا يراقب سجن السياسيين؟ شي أكيد. ابعتي، بعتي 2 مو 1. حتى إذا حاول ميرزا أرسلاني يعمل شي تصرف غبي خليهم يمنعوه ويرجعوه على القصر بأي وسيلة كانت. وإذا اضطروا يكذبوا ويقولوا إنه أفسر الملوك ماتت وخليه يرجع فورا. لا سمح الله، الله يطول لنا بعمرك يا خانم. هاد مو وقت هالحكي، روحي تصرفي قبل ما تموت كل سلالتنا. بالإذن. شو صار؟ رجعوا قالوا لك ما اجا؟ لا يا خانم، قالوا لي انه موجود بس راح نام بغرفته. بقصد الخانم مونس كان بدها تخبرني شي، بس الخانم أنيس قالت إنه سمو الأمير تعبان ونايم بغرفته. إيه والمعنى؟ بعدين وأنا راجعة لعندك على الغرفة وقفتني الخانم جواهر وقالت لي اعرفي حدودك منيح. شو عرفنا إنه كلامهم صح؟ صبري ليطلع الضو فخر الزمان وحكي الصبح وتصرفي بالطريقة المناسبة. هاد أسد يا ميري، ميرزا أسد. وينك لهلا؟ وعليك السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. فيك تسبيني ميرزا جهان بخش، انا بس شوي وبلحق. شو عم تعملي هون يا فخري؟ مبين عليكي بكياني. انا قلبي تعبان ومكسور من اهمال سمو الامير الواضح للكل. أنا ما قلت لك صبري؟ بدي أصبر كرمال أنت تروح تصيد الحجل بدل ما تشوف أخوه لمرتك؟ هو مسدود بالحبس ومربطين إيديه. ماني رايح صيد، في عندي موعد كتير مهم مع مسؤول كبير بالحكومة. اهدي فخري، ألف شغلة وألف شخص رح ياخدوا نصيب من رجل واحد. طيب أنا وين نصيبي؟ آه؟ اللي وين نصيبي؟ لا تزودي يا فخري، أنا من دون ما تابع وضع أخوك أسد وفوتو على الحبس اتضررت كتير بسبب زواجي من آل شالجي. أنا حاجة تقولي كلمة. أنا أنتي بالذات، أنتي تتذكري لما كنتي محتارة تلحقي قلبك ولا عقلك وخبرتيني بأنك مضطرة تختاري؟ وقت أخوك كان بطرف وأنا بطرف، بس أنتي تجاهلتي مشاعرك واخترتي أخوك أسد بدالي. وأنا اليوم مثلك، أنت بطرف وأفسر الملوك بالطرف الثاني، فلا تلوميني إذا اخترت أفسر. ومو بس هيك القصة، أنت بطرف واللقب والمنصب والمستقبل
واقفين بالطرف التاني. لا تطلبي مني انه خلي قلبي يغلب على عقلي، لانه انت ما عملتيها. لما مرق عليك هالاختبار واخترتي عقلك، كل يلي عملتي انك ودعتيني ببساطة، ولهيك مضطر اليوم ودعك بنفس البساطة. مع السلامة. بس انا مرة وكنت مضطرة اني اختار بيناتكم. وهلأ كوني مرة، روحي وعدي مع الحريم. لا يا بنتي لا. شو عم بتقولي يا عم عنايات؟ أنا ما بدي ضل جاهلة كل حياتي، بدي صير متعلمة مثلك يا عمي، وأقرأ كتب التاريخ وأتعلم منهم كمان. وشو هدفك؟ بدي صير عالمة، وبس تواجهني شي مشكلة ما بقول أنا عاجزة. بس بنت عاجزة مثلك ما في قدامها غير خيار واحد. يا حزرك، شو هني خياراتك بالحياة؟ طيب أنا رايحة، بس أنت وعدت. ليش ما عم تفهميني يا بنت؟ عدي رح خليك تروحي من عندي اليوم وقلبك مكسور، أحسن ما تجي بكرة عم تبكي وتخبريني إنه أحلامك انهارت. آهو أنت مالك مثل الناس اللي إذا تعلموا رح يتجاهلوا الحياة. خليكي أمي أحسن. وشو هو السبب؟ السبب؟ انت بتعرفي شو ممكن يعمل الكتاب بالانسان؟ انت مفكرتيني كنت خادم بالبداية؟ لكن شو كنت تشتغل؟ انا كنت محاسب، كنت مجرد محاسب بسيط، صدقيني مو اكتر من هيك. كنت أحلم أتطور بشغلي وصير المحاسب العام للبلاد، وأستلم كل الشغل من عوائد النفقات وحتى الضرائب. كنت أحلم أني أقطع إيد الحرامية اللي عم يسرقوا من السلطنة وينهبوا المصاري من خزينة الدولة. كان بدي واجه وحارب بكل شجاعة ذئاب السلطة وضباع المملكة. كان بدي أحمي السلطنة من شان ما يتحول حدا منهم بليلة وضحاها لحرامي كبير بالدولة. تعرفي انه في عنا حرامية كبار بالدولة؟ تعرفي؟ لا. انا قرأت الكتب، لا اعرف السلطة شو عملت بامثال امير الكبير، وبالمقابل شو عملوا امثال امير الكبير بالسلطة. بس لما بلشت قراءة عرفت بانه الواحد ما بيكفي يكون بيشبه امير الكبير. احترق قلبي، كل ما أقرأ أتعذب، ينكوى قلبي وأنا ساكت. بلشت من وزراء البرامكة وحتى وزراء الديالمة، من حسن الوزير حتى نصر الله المنشي، من نظام الملك اللي بالعهد العباسي حتى نظام الملك بعهد الخوارزميين والسلاجقة وبورزويه الحكيم وأبو علي الطبيب. أصلاً كل كتب التاريخ بتحكي عن البناء وازدهار الدولة، وبتحكي عن التدهور والانهيار. لما تقري هذا الكتاب يعني أنت بتعرفي التاريخ. أنت من شان شو بدك تقري هالكتب هاي؟ من شان شو؟ بكفي يا عم، خوفتني. لما بتصيري تفهمي بالتاريخ النار اللي بصدرك رح تشتعل، وبتحسي صار تحتك انهيار وانت لسه ماشية، لانه الوضع ما رح يتغير، وتحسي قلبك عم يخفق لما تعرفي انه الناس هنن اعداء بعضهم ورح يضلوا هيك ليجي يوم القيامة. اذا ما قريتي هون احسن لك. طيب انت ليش عم تقراهن عم عنايات؟ فيك توقف عن القراءة. انا فقدت قلبي وديني كرمال هاي الكتب. انا ضعت وغرقت بين سطور كتب التاريخ. انا عايش ومقضي حياتي مع هاي الكتب اللي قدامي. انا يمكن صرت مجنون،
بس انت لساتك ما جنيتي. تفضلي يا خالد، فرسك قادر جاهز وبكامل نشاطه. ثبت سيرجو منيح لو سمحت. حاضر يا خالد. يا خانو، انت كبيرة العيلة، نصيحة لا تروحي بهذا الشكل، الأغا والخانوم رح يتضايقوا منك. لا هالتياب تيابهم ولا الفرس فرسهم، ليش بدهم يتضايقوا؟ بصراحة هذا التصرف عيب، وأنا ما بيهمني إذا كان عيب. يلا أزار هاي. مو هاي الخانة؟ روحي خليكي مع مهري، تحركي هاي. الأمير أرسلان، الأمير أرسلان، هذا هو أميرك، دافع عنه يا جهان بخش. لأنه مشغول باله بالأحداث اللي صارت بالفترة الأخيرة. احكي له أنت يا أرسلان. صار لي فترة طلقاتي ما عم بتصيب الأهداف اللي بدي إياها يا جناب الكولونيل. بهذا الوقت أنا متقدم على الكولونيل كازاكوفسكي العظيم والمحترم، ومتقدم على ابن عمي البارع، وهذا هو الدليل. بقدر ما أنا محتار بأسباب إحباطي وفشلي، أنا متفاجئ ومندهش 100 مرة من تقدمك علينا. شو هو السبب جهان بخش؟ هيئوتي الباطنية، الله يرحم كل حدا اشتغل شغلته وأتقنها. بحاجة تتغزلوا بحالكم ومهاراتكم انتو اتنين، تصرفات الولاد ما بحبها. فينا نتغدى جناب الكولونيل، انت موافق؟ ايه طبعا. بتعرفوا انه ببلادكم انا بعتبر الاكل والشرب هنن افضل تسلاية بعملها باوقات الفراغ. منروح ليش لا، تفضلوا. انا بوعدك يا جناب الكولونيل انه المرة الجاية اذا دبرت لابن عمي منصب بالحكومة إيدي ما رح يرشفوا، رح تشوفوا الأمير أرسلان مثل ما وصفت لك يعني. السلام عليكم. أهلين. مسكر رمضان. سلام بارفين. فخر الزمان. شو أخباره حبيب قلب عمته؟ هنن أخذوا بابا أسد. ما تخاف حبيبي، ما تخاف، أنت هلأ صرت رجال هذا البيت. يعني هلأ أنا صرت رجال؟ تعي بارفين، في عنا شغل كتير. والأمير؟ الأمير طلع لبر المدينة، هو كتير مشغول هاي الأيام، وقال لي اصبري بس أنا ما بقدر. أنا خايفة فخر الزمان. بارفين لا تخافي، أنا رح وقف جنبك، إذا ما أجى أسد لبين إيديكي ما رح روح. تعالي تعال معي. يلا. أنا في وقت الغروب أنتظرك بكل هدوء، أنظر إليك وإلى الأفق فوق الجسر، وأعرف بأنك لن تفي بوعدك. لا لا، لن تفي بوعدك أبدا. ولذلك عندك أخبار جديدة عن قاتل الشاه الشهيد جناب الكولونيل؟ هو قاعد تحت تصرف نظم الدولة، قائد لواء القزاق ما عنده رغبة يتدخل بهاي التحقيقات المهمة إلا إذا إجا أمر من الملك شخصيا. حتى لو ما أمركم الملك تتدخلوا، فلواء القزاق لازم يكون على علم بآخر مستجدات القضية.
ابن عمك لسانه طويل يا جهان بخش، لسانه بيطلع اطول منه، مظبوط؟ لسانه صارم. ابن عمك هذا اللي قاعد قدامي لسانه صارم وراسه بده قطع يا جهان بخش. بس انا لسه بحاجة لراسي. بحاجة لراسك؟ هذا احلى جواب بسمعه منه اليوم يا جهان بخش. ايه هو بخدمتك، هالشاب تاج عشيرتنا ومن افضل الرجال. مسألة قتل الشهيد الشاه كانت بسبب عدم كفاءة امين السلطان، يعني فرضا لو كانت مسألة حراسة الملك بعهد لواء القزاق لكان الملك الشهيد عايش لحد هاي اللحظة، وهذا وعد مني. طبعا أمن وأمان الدولة هلأ بإيدكم. ايه طبعا بإيدنا وبشكل كامل، والملك موقع على القرار. طيب ليش ما بتعد مقاتل الملك؟ بركي منخلص من هاي الفتنة كلها، لا يكون في عندكم أكتر من مشتبه. ايه المشتبه فيهم بقتل الملك كتير كتار، امين ومسؤول الشرطة حتى، والناس الصغيرة مشكوك بأمرهم. انا كتير بحب اشنق بالساحة كم واحد من المشتبه فيهم وخليهم عبرة لكل الناس بالبلد. تشنق؟ لأي سبب؟ بشنق مو مهم، بدي النتيجة يا جهان بخش. قال بده سبب. يعني المفروض على رئيس الوزراء يعلم بأنه الملك قتله بس شخص واحد؟ مستحيل، لا، هذا الخبر بس نحن اللي منعرفه، أما الناس اللي بالداخل أو حتى الشعوب التانية المحيطة فينا ما لازم تعرف. صدقوني هاي القضية بحاجة شخص كبش فدا مثلها مثل غيرها من قضايا التاريخ. صحتكن يا شباب. جهان بخش. شراب، بصحتك. بصحتك. هاي كل عقود الملكية، بس إذا كان في لسه غير ما عندي أي خبر. بكفوا، أنا بس كان بدي أعرف قديش فيني أصرف في حال لزم الموضوع خلال مفاوضاتي مع عناصر المحكمة والشرطة، وحتى أنا كمان بملك كتير مصاري، يعني بيطلعوا لهم كم ألف وفيني ادفعهم. انتي لا تاكلي هم. شو هالمصيبة هي يا فخري؟ من حسن حظك انه ما كنتي وشفتي كيف اخدوه. الكفار حطوا السلاسل بايديه ورجليه وعلى رقبته وشحطوه على الحبس. لا تخلينا نعصب ونتضايق اكتر يا بارفين. اسد اشتغل باربع معاملات مع هداك الزلمة، والمعاملة مو جريمة حتى مع الكافر، الموضوع ما فيه مزح. هنن يقدروا يقتلوا الملك الشهيد. السؤال يلي ببالي، هنن ما لازم يطلبوا شهود حتى يشهدوا على هالقصة؟ أي قصة يا فخري؟ ليش بس أخوكي أسد هو اللي تعامل معه؟ كان يشتري القماش من 1000 شخص ويبيعه لبيوت الأغنياء. أصلاً لو كان هذا الموضوع بسبب 4 معاملات فليش حتى يعتقلوا للزلمة يلي اسمه الملا حسن ناظم التجار ويشحطوا على الحبس؟ ما في عندي اي شك انهم بيعرفوا شي عن اسد ومخبينه. طاهر اطلع من الغرفة. حاضر. يا ربي، انت شو هاد اللي عم تحكي قدام الولد؟ راحت علينا. واضح انهم بس كانوا 4 معاملات. اذا انت عم تقولي في احتمال يكون متورط، فشو متوقع من مباحث القضاء والشرطة؟ الله يقطع لساني اذا كان قصدي احكي هيك عن اسد. انا ما قلت هالحكي، بس كان قصدي اقول انه اخوك. لا بقى تقولي شي تاني. نحن ما منعرف ميرزا رضا الكرماني يا بارفين. كل المعلومات اللي منعرفها انه في زلمة اسمه ميرزا محمد رضا اليزدي، وهو كان يجي على المحل ويشتري القماش من اسد، واحيانا كان يجي ينام عنا لانه كان بيته بعيد، وكان غريب لدرجة انه ما عرفنا لما قتل الملك انه هو نفس الشخص اللي قتله.
وانت كمان ما عرفتي، وماهري ما عرفته يا بارفين. نحن ما بنعرف مين ميرزا رضا الكرماني، ولا حتى بنعرف مين ميرزا محمد رضا. اليوم كتير انبسطت بالصيد معكم يا سيد جهان بخش، بس كنت متمني لو طالع معنا على الصيد منافس قوي. انا متعود اخسر بس قدامك، اما مع غيرك ما بقبل. بس مثل ما قلت لك الدور الجاي رح يكون لسمو الامير ارسلان. بعت الكلب يا جناب الكولونيل. روح جيب الفريسه يا كلب، روح. بس ما ياكل الفريسة قبل ما يجيبها. أحسنت يا أمير، بس هلأ أنا بقيت مثل العادة محتل المركز الأخير، وانت اليوم أخذت المركز الثاني. اصطدت حجلين مقابل الأرنب يلي اصطاده سمو الأمير. أحسنت أرسلان، انت بيضت لي وشي. شكرا يا جهان. شكرا كولونيل. أهلا وسهلا، انت غمرتني بلطف. من حسن حظك اليوم. سلينا كتير اليوم، بس هلأ أول ما نرجع رح ناكل الحجل، وبعدين مننتقل لأكل الأرنب. أنا جيت عالسيرة. أحب الحجل، أحب البط المسوي. الله يحميلك الصوت، شو حلو. يا سمو الأمير، شخص بجدارتك وجاتك إذا كان بده يحصل على منصب أو لقب لازم يفكر بدعم شخص أعظم من جهان بخش أو الكولينيل. أعظم قلت؟ أنت مين قاصد؟ الحكي بيناتنا؟ أكيد بيناتنا. أنت بدك صاحب السمو. صاحب السمو؟ أنت بتقصد الملك ولا رئيس الوزراء؟ مين قصدك؟ لا الملك ولا رئيس الوزراء، بس شخص ما بيقل شأن عنهم. صدقني أنا ما فهمت شو اللي عم تحكي معي. إذا كنت حابب تعرف من هو بيكون هذا الشخص حاكيني. يلا خلينا نمشي قبل ما يشكوا فينا. يلا. نحن يا خانو بغياب الميرزا ما بنقدر نمشي كتير شغل. المهم انه يضل المحل مفتوح، ما بيهمني اذا بعته او لا. يا ريت الميرزا كان هو. اذا كملنا الشغل ونحن خايفين الشرطة رح يفكرونا غلطانين. ما لازم نخاف ابدا، واي شخص بيسأل عنه خبروه انه الميرزا اسد طلبوا للشهادة مثله مثل باقي الناس، ورح يرجع على شغله بعد كم يوم وهو بكامل صحته وعافيته ويستلم المحل. فهمتوا علي؟ ايه فهمنا. حاضر. جناب السيد يافر أسد الله خان القزاق وبرفقته سمو الأمير أرسلان قوانلو القجاري. يا سيدي إجا السيد يافر أسد الله مع ميرزا أرسلان قوانلو القجاري لتقديم فروض الطاعة. حاضر سيدي. Thank you.
السلام على صاحب السمو. سمو الأمير إجا لتقديم فروض الطاعة والولاء لحضرتكم حسب حكينا واتفاقنا القديم. طبعا شرف إله هذا. بتسمح له أنه يتقدم يا صاحب السمو؟ بتشكرك يا صاحب السمو. تفضل جهان. تفضل شرف. اعطيني كاستين شاي لهذيك الطاولة. مرحبا. تفضل. مرحبا. هاي الطاولة لا تنسى لي اياها. ممكن تجيب لنا 3 صحون بيض عيون؟ تكرم. موافق على حكي مبدئيا؟ ايه. مين هاد؟ شخص مو مهم. جهان، انت بتعرف شي حدا الناس بينادوله باسم صاحب السمو من بين الشخصيات الحكومية المعروفة؟ صاحب السمو؟ لا، كأنه تأخر الطلب تبعنا. بدك ياني اجي واشهد معك؟ مين لكان رح يجي يشهد معي؟ انت شريكه. أنا ما عم بتبلاك، بس أنت كنت شريكه لفترة ومن أعز رفقاته. مزبوط، كنت شريكه لفترة قصيرة وبطلت الشراكة من فترة كمان. وبعدين هلأ التقرب من الميرزا أسهد يعني أنا عم اتسلى بشرفي وحياتي وسمعة عيلتي. الميرزا أسهد اللي عم تحكي عنه هو نفس الشخص اللي بعتني عروس على بيتكم إجباري عني. شو نسيت القصة؟ هلأ بس احتاجك جاي تحكي هالحكي؟ وقت نحنا كنا طالبين إيدك للزواج انتي ما اعطيتينا اي اهمية ورفضتي ابني، بس هلأ وقت شعلت الفتنة رجعتي لعنا. بس لا تنسى انه انتو اللي فسختوا الخطبة تبعي يا حاج فتاح. مع الاسف ابني رشيد منعني. اصلا انتي بتعرفي ليش ابني فسخ الخطبة؟ ما بعرف وما بدي اعرف يا حاج. الماضي اتركه راح بحاله ونحن ولاد اليوم. انت مستعدة تروح وتدلي بشهادتك؟ استغفر الله، شو بدك روح قلن يعني؟ أنا ما بعرف نفسية الناس وشو داخل كل شخص، وما بعرف شو الحديث اللي دار بين ميرزا أسد وميرزا رضا وعلى شو متفقين. استغفر الله استغفر الله. ليش عم تستغفر ولسه ما صار شي؟ ما أنا مطلوب منك تكذب، قول كل شي بتعرفه وخلصنا. إذا كان بدهم شهود أكيد رح روح. طيب وإذا ما بدهم؟ إذا ما بدهم فأنا مو ضروري روح. ما حدا طلب مني أقدم شهادتي وأحكي اللي بعرفه. القصة مو مزحة. هداك الزلمة قتل الشاه. قتل الشاه. بيوم من الأيام أنا قلت لأسد أني ما برتاح لرشيد لأنه ما بيشبه أبو الحاج فتاح، بس اليوم اللي عرفت أنه الحاج فتاح كمان ما بيشبه حاله، فما بالك بابنه رشيد. عن إذنك. السلام عليكم. وعليكم السلام. بخاطرك يا حاج. مع السلامة. بالخير والعافية. أنا خجلان منك بخصوص تقديم الشهادة، بس إذا كنتي بحاجة لمساعدة مادية. كتر الله خيرك.
انت بس لا تنسى انه ميرزا اسد المتورط هلأ هو اللي كان بده يبعت اخته على بيتك غصبا عنه. اذا كان بدك شاهد فانا مستعد للشهادة. بشيد وين المشكلة؟ مو بنت الحاج المرحوم نعتبرها مثل اختنا؟ اخت اسد اللي منعرفه مو مفروض نشهد معها؟ رشيد انا قررت اني اشهد، ما لازم نتخلى عن الجيران وقت المصايب. بس اسد ماله وحيد، عنده 100 واحد مننا بالبلاط والحكومة. هذا مو وقت الحكي الفاضي يا رشيد. انا لو كان بدي اتدخل كنت اتدخلت من زمان، من لما غيروا لك رأيك بموضوع الخطبة كان المفروض تقلي هالحكي من هداك الوقت. غيروا رأيي؟ لا تحكي بالماضي يا حاج، يبدو انه العريس مو مهتم بموضوع ميرزا اسد، قاعد بالقهوة عم يشرب شاي ويحكي ويتسلى مع رفقاته. اذا بدك شاهد انا جاهز. شو المكتوب جهان؟ البداية مجرد مجاملات، مو مكتوب شي مهم. سكرتير قائد لواء القوة. لا توترني اقراها يلا. طيب ماشي اسمع. بناء على رأي القيادة، لواء القوزاق الموجود بإيران يأمر فورا بتنصيب وتعيين ممثل أمين من قبل لواء الفيلق للإشراف على متابعة الملف المتعلق بالقتل الإجرامي لحادثة الاغتيال اللي حصلت من فترة كتير قريبة للملك المغدور الشهيد ناصر الدين شاه. وبموجب هذا الحكم رح يتم تنصيب سمو الأمير ميرزا أرسلان قوانلو القاجاري بمنصب ممثل كامل التفويض من قبل اللواء لمساعدة كافة المحققين التابعين للقضاء والمحكمة والشرطة والعاملين والانضباط وسائر المعنيين بملف القاتل ميرزا رضا الكرماني وكل المشتبه فيهم والموقوفين بهي القضية، ومتوقع انه ينجز مهمته بمنتهى النزاهة والذكاء اللي بيملكهم. وبنتمنى من بقية اطراف القضية التعاون الكامل وتقديم المساعدة المطلوبة من قبل سمو الامير. قرار صادر من قائد لواء القوزاق بمملكة ايران المحروسة الكولونيل فلاديمير اندريوفيتش. تقبل خالص التهاني. انا ما عم صدق جهان. قدم الشاي لكل الشباب على حسابي.